كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. المهم اليوم خارجين دايرين واحد الرحلة، ايوا كنتمنى تعجبكم هذه الرحلة اللي غنديروا اليوم اسعدية. غادي نصورو تما الطبيعة، وكنتمنى تعجبكم هاد الرحلة ان شاء الله. المهم احنا شادين دابا الطريق، كنتمنى يعجبكم هاد المناظر. واجيو تزورو بلادنا، راه فيها الطبيعة مزيان تبارك الله، فيها الطبيعة زوينة. وهذه اول مره نجي لهاد البلاصه، كنتمنى تعجبني صراحه. شفتها وي قنوار راه معروف، يجي مرحبا بيه. المهم انا غنشارك معكم الطريق حتى نوصلوا ان شاء الله. ماشي بلاصه وري لمحمد الطريق.
الا فايت ليه جات حتى هو لهنا. داكشي اللي كاين كلشي واقيلا راه عارف طريقي الا انا وياك عليا. وزارة حتى هي راه جبنا معانا اختنا الصغيرة حتى هي، واخا ما كنبينوهاش في القناة ديالنا، وهي مبينتها جوج مرة واحد المرة صافي. واحد الدري خدام بالبغل كيهز يمندي، عرفت واش غطش فيا داكشي علاش درت يمندي. محمد ديما كيقشب عليا تيقول لي هي تبقاي تقولي لي تهضري بش الحمل كي على العربيه واكله العصا معاك خليها تاكل العصا. هضروا نتوما الا سهله تعرفت تهضروا بها. ايوا الحمد لله كل ماشي تعرفت ديالي باش فاش كنضحكوا. هاني نغير نسير وابقى نغمر. ورتاو تنسولهم قلت لهم فين جاتك القنوار قدامو، قالوا لي باقي بعيد. ها جبولة يغوليدي سميتو يربيبن، يربيبن ولا يتعبدي ولا ما عرفتش شنو سميتو يربيبن. الدوار ديالها يتعبدي لهي، راه ماشي يتعبدي، ماشي هادوك يتعبدي اللي تيكونو في القلعة، ماشي هادوك اللي كيسعاو زعما، حنا كنقولو ليهم يتعبدي لهادوك اللي تيسعاو في القلعة. وهنا اي تعبدي ديال المسمرير. المهم صامحات هاد المره، مرات اش الحيز مرات عرات غاديين وحنا شاركين معاكم الطريق. المهم قالت لنا البنت كاين هاد الطريق ولكن صعيبه شويه تيدوز منها الواد، داكشي علاش جينا لديك البلاصه بعيده. اللهم ندورو ولا ندوزو في دوك جاري بلاصه خايبه. ويه الله يسمح لكم.
جالسين عليا. هل خبز يا غرور؟ المهم هنا تيكتبو فيها السميات، كل واحد تيكتب فيها السميه، السميه اللي كتعجبو. سعدية قالت لي كون غتبقى غتنزل ديما ديما الراجا، انا غنكتب فيها ديما ديما شباب تغزو، انا غنكتب ديما ديما ما بريت. بارك الله، كل واحد داكشي اللي بغا. انا غنكتب دي فيها الله الوطن الملك والماء. السلام صراحة دزت في واحد البلاصة صعيبة بزاف، والله يكثر خير هاد البنت اللي ركبتني. وحنا عاوتاني كنتمشاو، صراحة صعيبة هاد البلاصة، يتسحب ليا واش غادي توصلنا الطوموبيل. حتى جينا لهنا ولقيت الطريق راه صعيبة صراحة، ايوا الله يكثر خير هاد البنت. وربي غادي يخلص ليها ان شاء الله. صراحة كون قادو هاد البلاصة حتى تدوز فيها الطوموبيل غادي تكون هنا السياحة نيت مزيانة صراحة. المهم دابا راني جالسة انا وهاد البنت اللي معايا، المهم قلت ليها جلسي تسترحي واحد شوية. وها سمية وسعدية جايين، شتاهم كيبانو ولا لا؟ حيت مقابلة مع سميتو مع الشمس، ما عرفت واش كيبانو ولا لا. صراحة الطريق صعيبة، شتاهم ها هما. عاودي الله يكثر خير هاد البنات وصل. Thank you.
انا غنشرب الماء. الماء بسم الله. الصراحه زوين هذا الماء، حقكم في الجنه. المهم سعديه جات صافي، دابا غتركبني عاوتاني هاد البنت، غنستمروا في الطريق. المهم اخوتي الصراحه هاد البلاصه زوينه ولكن صعيبه بزاف، الله العظيم الا بقاو فيا هاد البنات اللي ركبونا صراحه والله يكثر خيرهم. وصافي هادشي اللي غنقول. ها المعز ولا المعز ولا ما عرفتش شنو سميتهم. المهم ما كاينش دابا محمد باش يضحك عليا عاوتاني يقول لي واسيري حتى تعرفي تهضري وجهي. صراحه كاينين واحد شي بلايص واعرين ولكن ما قدرتش نصوره حيت البنت راكباني ما قدرتش تنخاف تطيح ليا التليفون وتمشي اللهم بلا ما نصور. صراحه شتو الحجر هاد البلاصه صعيبه صراحه، وهادي منطقه سياحيه زوينه الصراحه، والواد كيدوز من هاد البلاصه مثلا الى حمل هنا تا يعمر. ايوا حتى ندوزو عاوتاني لديك البلاصه الاخرى ونصوروها عاوتاني ان شاء الله. دابا كنتسنى اختي سعديه توصل. المهم احنا وصلنا هاد البلاصه الحمد لله، غادي نجلسو هنا وغادي نطيبو هنا الغدا ان شاء الله وغنتغداو. المهم ها الماء شتو الماء زوين تبارك الله. الصراحه تبعت في رجليا كل ما تبعت غادي نخشير رجليا في الماء، ولكن المهم درت ليه واحد الحزام هكا باش يبرد ان شاء الله. الماء نشرب بسم الله، نشرب ثلاثة د الزغيمات. هاد الماء بحال الا حيدتيه من الثلاجة حيت هنا سبحان الله العظيم تيخرج الماء من العين. ايوا كنتمنى يعجبكم ان شاء الله هاد الفيديو. يا سعدية وسمية يلا جايين، وكنتسنى الباقي يوصل هادوك اللي جاو برجليهم. المهم الخوت اللي جايين ورانا راه وصلوا كاملين. محمد 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 يلا كل شيء وصل. بنت خويا نسيتها اختي الصغيرة حتى هي وصلت. المهم دابا غادي نوجدو الخضرة باش نطيبو الغدا، وعلى جبنا معانا اللحم غادي نشويو قدينا في الدار الملحة والبزار والبصلة وعسومية وسعدية كيبقيو الخصبور. وحتى انا غادي نقي معاهم مريشة نصايبو بعدا شوية ديال الشلاطة نديرو كاسكروت عاد نبداو على بركة الله. نبداو على بركة الله. ويجي يا سي محمد عم محمد بغا يعمراتها هكا يغسل البراد وهاش هي ما كضحك سمعت الشركة ديالها وعد الله. المهم بدي سير في الماء. ايوا نتمناو ان هذا الفيديو اللي عجبك ديالك الثلاجة التقليدية نعم محمد المغرب. كنتمنى لكم الاعجاب في هذا الفيديو، اللي عجبو هذا الفيديو وبغى يشوفو يجي يزورنا مرحبا به. هذه المنطقة راه باردة سياحية وفيها الغنم فيها كل شيء. والعين الماء طبيعي الماء صالح للشرب، والحرارة ديال هذه المنطقة ما كتعداش 26 24 وهذا الشيء اللي عليا نقولوا اللي بغى يزور هذه المنطقه مرحبا به. سوي لي بيان فينو بيان فينو دو ما شاء الله على مهمتك.
يلا الكلمة لخويا محمد. ايوا كيف ما فرحتونا يا الخو، الله يفرحكم في الدنيا والاخره. هاد البلاصه ديما تيجيو ليها الناس وكتاب لينا نجيو ليها هاد العام حتى حنايا. نعمرو اتاي وهنا غنطيبو الغدا ديالنا. هنا غنديرو الجميلة ولا المهم داكشي اللي غنديروه غنديروه هنا. دابا حنا شعلنا العافية، دابا نصوبو اتاي. هاكم عمر صورة صورتي كم محمد كيس او بتي اختصاصي فاتي هو الكيس او بناتي حيت دابا فرقنا دابا المهام واحد الجروب هو كيصاوب في الخضرة وكسكراط وكلشي. حنا كنا كنصاوبو في اتاي هنا وحنا اللي مكلفين باش نشعلوا العافيه ونجددوا هاد البلاصه هادي. هاد الماكله طبيعيه وصحيه واخا هادشي فيه شويه التعب، ولكن في الاخر راه كتجي هادشي مزيان. اتاي ديال الخلا كيجي مزيان أي بود بردة، طع مرق ده خرب تو. أي بود بردة. نعم. احنا
أخي عماد هو عاوز يقطع مرات هي هي انت تبع مرات هي يا على بركة الله دابا راه اللحم طاب خصنا غير ناكلوه ملا 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 نزيد لنا شوية الماء باش يعمر لنا الغداء المهم عمر خويا كتصايب لينا الشلاطة و الشواطة بجا جبتو شي ماء ها هي ها اختي الصغيرة تا هي و شي ما جابت لينا الشوا بغيتي الخبز هز الخبز نتا الا بغيتي المهم ها الشوا ديالنا واجد طاب الله يعطيكم الصحة كتعرفوا طيبوا اللحم شتو سعديه فين وصلت خصني حتى انا نمشي لديك البلاصه ندير فيها شي مقطع المهم دابا غادي ندوز باش نطيب باش نقاد الجميله باش نعطيها المهم نعطيها للدراري اللي يطيبوها حيت انا ما غاديش تشعل لينا العافيه غادي نطيبها هنايا شتو شي ناس ها هما لهي ما عايز تخاف ورينا المهم
ها اللحم ديالنا درناه في الكامينه، غندير ليه شويه ديال الزيت. بسم الله بركه. وغادي ندير شويه ديال العطريه حيت النصيب ديال الخلا ما غاديش نحمر. المهم غندير ليه العطريه، راه عندي القياس ديال العطريه. وها الخضر تنسينا، ما جبنا البانيو ودرناه هنا في سميتو في الصاك. تمام، ندير الملحه. المهم راه غتقولوا لي كثير الملحه، ولكن راه عطا الله الخضره وحتى البصله. المهم غندير دابا البصله. المهم الطياب ديال الحنا. المهم محمد جا قال لك راه نكمل لك الغداء. راه ملينا الطياب ديال العيالات، داكشي علاش خرجنا لهنا. راه صافي طيب لينا انت، حتى انا راه حتى حنا راه ملينا الكوزينه. يا الله ما انا درت الملحه والعطريه. عماد ماما واحد الدري صغير كيلعب. شتي تنوى من شتي الناس حنا جبنا الملوخيه ديال الرسامي. الملوخيه ديال الرسامي وصلت حتى قنواري. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله. وكيف ما قلت لكم في الفيديو في الاول، اللي بغى يجي لهذه المنطقه مرحبا به. الملحه دخلتني واحد البلاصه ضربتني فيها الموس. مع القرعه مع القهوه ديالي جايه في الطريق. حسين بغى يجيبها. الله يعينك. راه سير مصفر حاجه خلينا البطاطا محمد. وي محمد حنا العيالات كناكلو بزاف البطاطا. دير لينا تما القرعة والرز والخبز والبصله والملوخيه. زوج يلا يا عماد واحد زوج. اسيدو كيمشي ها القهوة بدون سكر، ولكن ما درتش ليها العشوه. وكاينين عاد هنايا ها زيرا شنو شنو طلع هذا. هاي كيف غادي راحات ديال راسنا. هذا دابا الاخوان حنا درنا الكميله مخلطه، كلشي فيها مخلطه، فيها الدعوه الملوخيه البطاطا كلشي كاين. احنا درنا كطيب على بركه الله. صورتي ندخلو هاتي. ها هو التعصر على حقه وطريقه. طبيعي
انا كنجعل العافيه راه واحد العود تما راه ماشي ايت تما الجميلة أطيب غير بالعواد أطيب طبيعية بغينا نبدلو الريتم ديال الدار داكشي علاش جينا لهنايا ديما الدار 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 كطلع عليك في الراس وطياب ديال العيالات راه ناقص شوية ماشي بحال ديال الرجال هما كيغسلو كيغسلو داكشي كيغسلو حتى كيمشي فيه داك لوكو اللي فيه حنا راه مكنغسلو والو كنخطاو ديال الجميلة ديالي يلا هي كطيب سير على بركة الله حتى تطيب ان شاء الله وغادي نوريوها لكم وقت اللي كتكون اللي كيكون العام صايب مزيان راه كيكون الماء هنا كيكون الماء كيتفق من هنا ومن لهي ومن هاد البلايص كلو ولكن دابا مع شويه هاد العام شويتين الجفاف وداكشي الماء رجع جا شويه قليل اما هاد البلايصه زعما راه ما نعاودش ليك بلاصه واعره صراحة أسعد قال العواد جا زوين هو هادي صح شكون حتى القهوة ديالي جات هي هادي الله يعطيكم الصحة ما تحكروش القهوة هذاك حسنو القهوة دابا هادي جاوبي مزيان أنا مش خايف هاكا المهم حنا كنتغداو راه دايرين دابا جوج طباسل ها واحد لهي صراحة الدواز ديالي جا واعر الصحة كنضحك معاكم المهم انا درت العطريه والزيت وانت قطعتي الخضره ما تعاود هذا الفيديو وتبعوا معنا الفيديو حتى النهايه ان شاء الله المهم احنا كنا المهم كناكلوا دابا اللحم بغينا صافي نمشي والشتا بدات كتصب وزينب خايفه وانا خايفه الصراحه والله ما تغديت خايفه بزاف قريبه تبكي المشاهدين انا خايفه انا خايفه والله الا كان ترعد جوس صحاب ليك واش صحاب ليك واش بالعاني درتها سمعتوا الصوت ديال الرعد صراحه هاد البلاصه راه صعيبه بزاف تيجوز منها الواد مهم خايفه صراحه وباقي الطريق صعيبه حتى نوصلوا ديك الطوموبيل مهم هاد الديسير ولكن صراحه ما غاديش ناكلو انا صافي شبعت شبعت في خطره وحده خايفه بزاف داكشي علاش شبعت خويا ما جبولها ها محمد كيف اللحم محمد ومحمد الاخر بصحتكم ها محمد صافي شبعت يا محمد بصحتك يلا المهم دابا غادي نودعكم غنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله وشي رحله اخرى ان شاء الله بحال هذه الا خرجنا من هنا حيين